إذن السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على كيفاش نديروا واحد الفيديو يكون تفاعلي. إذا حنا في منصة أليس للتعليم على الويب school.alice.asso.ma. دونك غادي ندخلوا إذا كان عندنا الكونت ديالنا، دونك إذا ما كانش نتسجلوا كندخلوا للمنصة كنمشيو للدرس اللي حنا يعني مكلفين به. مثلا حنا اليوم غادي نختاروا العربيه ديال القسم السادس. اذا بالنسبه لي انا استاذ في هذا القسم هذا. اذا بالنسبه للناس اللي بغاو الاساتذه اللي بغاو يتسجلوا في شي قسم من الاقسام هنا يمكنهم يتواصلوا مع الجمعيه باش نحاولوا نضيفوهم. اذا ملي كتكون عندنا هذه الواجهه هذه خاص نمشي نشغل التحرير باش يمكن لي نضيف موارد. كما كتلاحظوا كاين مجموعه ديال الموارد هنا. دونك اليوم غادي نضيف واحد المورد اللي هو مهم، اللي هو الانتراكتيف كونتنت، يعني الموارد التفاعليه. اذا هنا كنسجل هنا وكندير اضيف، بالتالي كيعطيني هاد الواجهه هادي فين يمكن لي نكتب. دونك كنختار المحتوى. بالنسبه لنا حنا اليوم عندنا انتراكتيف فيديو، هنا تختاروا اليوم نكليكيو عليه، ننتظروا انه يقوم بالتحميل. وهذا هنا اذا غادي نكبروا الشاشه بهذا الشكل هذا باش يحاول يبان، يعني نشوفوا كيفاش نخدموا. دونك اليوم اختاريت الدرس ديال الالف اللينه في الافعال، اللي هو الفيديو كاين في اليوتيوب طرف الاساتذه الكرام اللي ملؤون فعلا اليوتيوب الفيديوهات التعليميه. إذن الفيديو اللي عندنا هو هذا، ديال واحد الأستاذ مشكورا. دونك كنحاولو ناخدو لو ليان ديالو بالشكل هذا و كنضيفو هنايا الفيديو اللي غنشتغل عليه، رابط الفيديو، كنديرو إدراج. بطبيعة الحال كنديرو العنوان ديال السنة هو الألف اللينة بشكل مختصر، لكن ما كتلاحظوا مجموعه ديال الامور كاينه هنا. دونك نمشيو لهنا، بغينا تبدا الفيديو في واحد اللحظه معينه. مثلا هنا اوتو بلاي فيديو، يعني مباشره ينتقل الفيديو باش يدخل يعني الطالب او التلميذ. مجموعه ديال الامور هنايا، هنا من بعد كتكون الترجمه ديال النصوص، لكن شي نص ما نترجمش للعربيه. اللي كيهمنا باش يكون الفيديو انتراكتيف هي نزيدو لي زانتراكسيون، كما كتلاحظوا الفيديو هي هادي. دونك كنكون عندات واحد بلون، واحد البرنامج ديال يعني كيفاش فين غادي نزيد لي زيكزيرسيس لي زانتراكسيون. دونك كنحاول نشغل الفيديو مثلا بالشكل هذا ونتبع معاه، لكن إذا كنت انا عارف فين غادي نشغل وكنت درت واحد البلان دونك يمكن نخدم مباشره. اذا هنا عندي مجموعه ديال الاختيارات، اما نزيد نص فوق الفيديو مثلا نزيد نشرح، اما نزيد ان طابلو واحد الرابط، نزيد شي صوره مثلا توضيحيه كقاعده مثلا هنا للتمرين من الكتاب الى اخره. دونك مجموعه ديال الامور اللي كاينه هنا. دونك اختيار الواحد ملتيبل تشويس، يعني اختيارات متعدده، هنا صحيح او خطا، وهنا يمكن نعمر البلاصه اللي خاويه على شكل بالكلمات. هنا يمكن لي ندير دراغ اند دروب، يعني نهز واحد المحتوى ونحطو في واحد البلاصه، وهنا يمكن لي نكتب ونقدر ندير يعني نجرب تكست عن تكست مثلا، الجواب نجرب عن الجواب ديالو. مجموعه ديال الامور اللي كاينه هنا مهمه. دونك بالنسبه ليا غادي ندير واحد التجربه اللي هي غير بسيطه، هو انني نضيف مثلا صحيح او خطا. دونك يعني كنضيف صحيح او خطا، كيفتح لي هاد البلاصه هادي، كيعطي لي الوقت فين غادي ندير هادي. دونك بالنسبه ليا انا حددت الوقت مثلا في الدقيقه، مثلا نقولو في الدقيقه الثامنه ولا في الدقيقه هذا، في الدقيقة الثالثة مثلا.
وهنا كنديرو بوز فيديو، يعني نوقفوا الفيديو في اللحظة اللي غادي تبان لينا هذه، دونك ما غاديش نديرو ديما دقيقة 30 ثانية باش واحد المدة معينة فين نوقف الفيديو باش يتأفيش علينا السؤال، وكندير على شكل بوستر ولا على شكل يعني يمان اللي غيكليك عليها التلميذ وغادي يعطيه السؤال. دونك هنا غنختار انا بوستر باش يبان مباشرة. وهنا السؤال مثلا اللي غادي نقدر نطرح في هذا الدرس هذا، ونقدر نقول ليه مثلا مصدر ولا فعل الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي مثلا، الفعل الثلاثي نعطيه مثال وعاء مثلا، كتابته صحيحة، كتابته صحيحة مثلا. هنا كمثال بسيط نكبرها نكتبها، فعل الثلاثي وعاء كتابته صحيحة. إذا هنا كنختار يعني الكوريكت انسر، واش الجواب صحيح ولا خطأ، خليته نقدر ندخل لهنا وندير مجموعة ديال مميزات، إما أنه إعادة المحاولة نعطيه الجواب مثلا، نعطيه الكونفيرماسيون ديالو من ندير تشيك إلى آخره، مجموعة ديال أوتوماتيك تشيك أنسر إلى آخره. دونك مجموعة ديال الأمور اللي ممكن أنني نجربها هنايا. هنا اللي مهم هنا أكسيون إلا كان عندنا يعني صحيح، دونك هنا ما كندير حتى حاجة، نقدر نقول ليه مثلا غير جيد، جيد جدا مثلا. دائما نحاول غير نكبر شوية الكتابة هنايا. هنا إذا كان عنده خطأ مثلا كنردو الفيديو اللي فيه مثلا الشرح ديال هاد الظاهرة هذه أو هاد القاعدة هذه. نقول له مثلا ديجا شفت الفيديو هنا، لقيت بأنه مثلا في الدقيقة الثامنة كيعاود يتكلم على هذا الموضوع هذا، دونك الميساج اللي غادي نعطيه هو نقول له خطأ، نقول له جواب خطأ، جواب مثلا خطأ. وهنا نقول له مراجعة الفيديو، مراجعة الفيديو باش مني يعطي جواب خاطئ يعطي بلاصة فين يكليكي باش يدير مراجعة الفيديو. إذا هذه فقط كتجربة بالنسبة لهنا. دونك كما قلنا كنديروا الوقت باش غادي يتأفيش علينا هاد لا كيستيون هادي، السؤال هذا. بالنسبة لنا حنا اختارينا نوع السؤال هو صحيح أو خطأ، قلنا لي الفعل الثلاثي وعاء كتابته صحيحة، دونك الجواب عندنا صحيح. نقدر نعطيه الإمكانية أنه يعاود يدير محاولة، نعطيه يشوف السؤال يشوف الجواب إلى آخره. دونك إذا كان الجواب صحيح كنقول لي جيد جدا وكيتابع الفيديو، إذا كان الجواب خطأ كنقول له ودي جوابك خطأ، كيرجع للفيديو اللي فيه الشرح باش يعاود يشوف الشرح مزيان. كندير مثلا دون، تلاحظوا بأنه هاي عندي هنايا، دونك كنحاول نتحكم فيها بهذا الشكل هذا، نحاول نجرها بهذا الشكل هذا هكا. دونك كما كتلاحظوا هنايا كاين ترو فولس، مكتوبة ترو فولس. دونك انا غادي نمشي ل كما قلنا قبيلة لدوكمنت هذه، نمشيو لمسألة الترجمة ونقلبوا على انا ترو فولس كيستيون، نقول ليه ترو قلتلها ليا، نقول ليه صحيح، وفولس نقول لي مثلا خطأ بما انني كندير بالعربية. دونك الى لاحظتو اذا كان شي حاجة اخرى نقدر ندير مثلا تشيك، نقول لي تحقق من الجواب، تحقق من الجواب، إعادة المحاولة، ندير لي جواب خطأ، جواب خطأ او اللي جواب صحيح، جوابك مثلا جوابك صحيح. كما كتلاحظوا دونك مجموعة ديال الأمور اللي نقدر نديرها بشكل اللي هو مبسط، وندير هنا بروسيد تو سيف،
دونك هنا عطاني هاد الامكانيه كلها هنا. دونك غادي نمشي نسجل الفيديو ديالي هنا، ندير حفظ والعودة المقررة، ومن بعد ممكن اللي نشوف اولا ندير حفظ ومعاينة باش نشوف الفيديو مباشرة. دونك كتلاحظوا الالف اللين هو هذا، نقدر نكليكي عليه باش نشوفه ونشوف كيفاش غادي يبان لينا في المقرر ديالنا. إذا نتسنى التحميل شوية. دونك كيما قلنا من هنا فين كنضيف نشاط أو موريد، دونك لاحظوا بأنه هو تفتح، دونك يتفتح لنا الفيديو هنا اللي هو فيديو انتراكتيف. دونك لاحظوا بأن هاد العلامة اللي كاينة هنا هي اللي فيها السؤال، لاحظتوا؟ دونك الفعل الثلاثي وعى كتابته صحيحة، هل صحيح أم خطأ؟ هل صحيح أم خطأ؟ إذا أنا لاحظتوا هنا الفيديو كاين في واحد في الأول، دونك في الأول يمكن أن نرجع نصحو. دونك ندير نفرض مثلا أن صحيح، دونك لاحظوا عطانا كونتينيو، غادي يكمل الفيديو ديالو. دونك كيما قلنا كاين الفيديو هنا، نحاول نديرو مثلا في الدقيقة شي دقيقة أخرى. دونك نرجع هنا دائما وكندير تغيير الإعدادات، الألف كندير تغيير الإعدادات وكنجي كنكبر كيما قلنا هنا. دونك كنرجع لأد انتراكسيون، كنمشي نشوف هاد الانتراكسيون اللي زدت هي هادي، ولا كنكليكي عليها دو فوا، كنحاول نغيرها كيما قلنا درنا يعني ديسبلاي تايم في الدقيقة صفر ثلاثة ديال الثواني. دونك حنا غادي نديرو بالضبط في الدقيقة مثلا، نديرو في الدقيقة ثلاثة حتى الدقيقة ثلاثة مثلا بهذا الشكل هذا. دونك كنديرو دون، وكيما شفنا قبيله كاين بعض النصوص خاصها تترجم. دونك هنا انتراكتيف فيديو انتراكسيون، دونك كاين كونتيني واللي تابع تابع، وكما لقينا قبيله كاين تشيك ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك اي حاجه لقيناها كنقدر نجيو نترجموها من هنا. دونك انواع الترجمه اللي كاينه، انواع هنا هو انه عندنا في الترجمه تجاوزات النصوص والترجمه، كاين الانتراكتيف فيديو، وكاين السؤال اللي حطينا كندخلو كنترجمو الكلمات اللي كاينين. دونك نقدر نديرو بروسيد هنا تو سيف، ومن بعد كنديرو حفظ ومعاينه مباشره مثلا باش نشوفو الفيديو ديالنا كي داير. دونك هنا يمكن لي نضيف مجموعه ديال انواع يعني كثيره من الاسئله بشكل اللي هو يعني سهل جدا، نتبعو غير المنيو، ولكن ما نساوش نكبروا الشاشه باش تبان لنا شويه مزيان. دونك اذا لاحظتوا هي وصلت لهنا دقيقه ثلاثة، يعني بعد ما يتصل الشرح الى اخره. دونك تلاحظوا هنا نجربوها هنايا الف مقصوره، دونك هنا يعني تسمت الشرح، انتم تلاحظوا ما تخليها تخدم راسها. ناخذ كمثال العصا، فوالا اذا هنا الفعل الثلاثي هو كتابته صحيحه. نفرض مثلا ان التلميذ جاوب الجواب ديالو كان خطا، نديرو خطا، لاحظتوا بان هنا كاين اللي جاوبو خطا مراجعه الفيديو. دونك غادي طول الفيديو للدقيقه اللي قلنا عليه تنقلب واو كيعاود يراجع هي الالف الممدوده. بالتالي كنقدروا نضيفو مجموعه من الاسئله هنا كتبان لنا بهذا الشكل هذا. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. اذا هذه تجربه فقط، دونك دائما كما قلنا الا بغينا نعاودو نصحو شي حاجه كنرجعو هنا كنديرو تغيير الاعدادات، كنجيو لهنا دائما كنحاولو نكبرو باش تبان لينا الفرادق مزيانه، كنصحو. دونك هنا انتراكسيون، دونك ديجا عندنا واحد الانتراكسيون كاين هنا، لاحظتو بان غادي نكليكيو عليها دو فوا باش نصحوها. بغينا نزيدو شي انتراكسيون وحده اخرى كنقدرو نكليكيو هنا وكنديرو التعليمات دائما بنفس الطريقة، فين غادي نديرها فاش من دقيقة بالضبط، وندير هاد المعلومات هادي كلها اللي كاينة هنا. إذا نتمنى أن الفيديو يكون واضح، واللي عنده شي تساؤلات مرحبا، شكرا.